وكان الله بكل شيء عليما. يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام هو الذي يصلي عليكم.
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى.
عنا. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وأما ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر يا جنة. الله أكبر. الله أكبر.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الكتاب لا ريب فيه هدى غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الكتاب لا ريب فيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر فيه هدى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. Alhamdulillah, apa yang telah dibacakan tadi mudah-mudahan membawa berkah bagi Roket Chicken. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin beliau akan langsung meneruskan perjalanan ke Solo. Alhamdulillah, jazakallah khairan jazak sidi. Insyaallah Yusuf kembali di tempat yang sama, di mahal insyaallah di Yogyakarta. Sahibul mahal ifrah minna jam, wa insyaallah al jamaah kullu yafrahu minna. Wa insyaallah Yusuf kembali di waktu tsani insyaallah hina. Barakallahu fiikum wa jazakumullah khairan jazak. Besok malam ada acara di Solo tempat saya, insyaallah. Terakhir ada acara di Kudus, insyaallah ya. Yang mau ke Kudus silakan di tempat pondok pesantren di Menara Kudus. Menara Kudus insyaallah ya. Jazakallah khair. Sama pengumuman insyaallah tanggal 29 April pagi jam 9 pagi hall ayah saya di Masjid As-Sagaf Solo. Besok tanggal 29 April hari Ahad ya. Alhamdulillah, tafadhal sidi, jazakallah khair, wa insyaallah rihlah sa'idah insyaallah sirkum tani. Alaikum assalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah ya.